كانوا ذيك الساعة الناس يجوا أهل الطفل لأهل الطفلة يتكلموا معاهم، من يتكلموا معاهم يعطوهم منتهم ويرجعوا، منين يرجعوا لهم ملي يجيبوا البن، اللي يجيب البن واللي يجيب كان ذيك الساعة قاع السكر يجيبوا خنش 10 خنش من السكر. ولباس العروس تعرف كانت الناس تجيب النيلة ولبسة بيضة معاها وشي ذاك حال مسائل العروس ذيك، ويجيبوا الفضة كانت وذا الشي اللي كان ذيك الساعة ضريك ما وكان ذيك الساعة كانت الناس اللي ذاك تجيب مع جماعة زينة والسكر والبل والكبال بحال مثلا الكبش والله يجيبوه لا بد ذاك العقد عدلوه. وكانت الناس منين تجي لأهل الطفلة ينحروا لهم فوتوا 7 أيام تعشوا عندها الطفل ونهار ثاني يتغدوا عندها الطفلة الليلة الثانية عندها الطفل ذيك المدة كامل يفوتوها لا كلهم يعشي ليلة ونهار واحد يغدي واحد يعشي. وخالق ليلة يقولها تعاقب القصاع ليلة يعدلوا الطعام يجيها للطفلة ويعدوها للطفل يدو ذوك طعام ذوك شور ذوك يخطوا الثاني هما اللي طعامهم ذوك الثاني هو ذا اللي نعرف انا في تراثنا الصحراوي. مزلنا تبارك الله لا عنا كان نعدو ذوك 7 أيام ودرك ماتنا نعدو 24 ساعة مثلا بالنسبة للحفلة هما الحمد لله مولانا مزلنا نفوتوا كاع أكثر من 7 أيام فوتوا كاع 10 أيام والله 20 يوم تقاني تبارك الله. شروط ان المراه تكون من قبيله صالحه وتكون امراه صالحه اللي تقد تتفق معك وتقد تقبض معك الطريق، لانه العرس ما هو لانها شركه الحياه، شركه الحياه كتشوفها على مده طويله، هي تشوف الانسان اللي صالحه لك ولا تصبر. في المجتمع القديم كانوا الناس يسكنوا تحت سقف خيمه واحده وكانوا اهل العريس هما اللي يخطبوا له ماشي هو اللي يختار. هذا من تالي عاد ما تقد تسيف حد، عاد هو اللي يختار الراسو وما تقد تعدل شيء من غير شنو هو. اذا قال لك رانا واعدين ذي المده تمشي معاه. تغيرات مؤخرا عاد مسله ثانيه الناس عاد امكانيات يا غير شيء كاين خارج شيء ما هو متغير. كل جنس يقيس الا اللي قدروا، اللي لباس عليه يقيس الا اللي لباس عليه، واللي حسب الضعف يقيس الا جهده فيه.